السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار اخر في رياكشن اخرى. كما العاده رياكشن اخرى عاوتاني. المهم باش ندخلوا ديراكتومون للفيديو، عندنا اليوم كومبا ديال لا لوت، دوره ابراهيم مصطفى 70 كيلو فريش ستايل. اوكي الناس باقي مشاكش معنا في القناه، شارك معنا في القناه. طبيعه الحال عجبكم الفيديو تفرجوا في الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك، نمشيو ديراكتومون للفيديو. نتلاقاو من بعد الانترو. فري ستايل دورة ابراهيم مصطفى كانت لعبت في مصر الاسكندرية، 70 كيلو امريكان فيرسس قرقيزستان. اوكي كومبا زوينة، استمتعوا بها كامل. هاد القرقيزستاني كيعجبني السيل جو ديالو، صحيح وسوبل بزاف. بداية موفقة برادا فولي، ولكن ما كملاتش بون ديفونس من الامريكان، دار لي ديفونس زوين. وكيشي كيفاش خرج برادا فولي وانت بوزيسيون ليبر. بلوك منهم جوج، الاخر دابا كيبان لك المزرق كيقلب شي بلوك، وكاين تيقلب كيلعب ذكي. ميريكاني كيلعب صح اكثر. يلا شي تور دونج، هاو دا لي كونطو د البرا. عرفت السي اللي بغا يدير ليه، كيما تشداش لا تكنيك اللي بغا يدير ليه. دار لي لاطاك دي جونب، شلي لا جونب. اوكي دو بوان عند مو الزرق طومبي. اي ما تشداتش طوم، تحسب ليه 4 بوان حيت من الفوق. باش نعاود نشوفها مزيان، اها تحسب ليه زعما كاين 4 بوان حيت 5 ولا 2 بوان في 2 2 بوان في 2 بوان، 2 بوان الاولى في 2 بوان تاعي. باش غيشدو هنا ابا يشدو طومبي. شي قلت لكم راه تكنيسيان، لي تكنيك يخرجوا مزوينين. بلوك جوج بلوكي بلوكين لي جو زيد. كيقلب على ان بوان امريكاني باغي يخرج من لازون. هضر لاعبين فينال على جولد ميداي، شا لاعبين فينال رانكينغ سيري. فيرست راوند سالات، شوف السكند راوند. قبل عيني
you.